نعود الكرة تسر ولا تغور. الحمد لله، يعني نعمة كبيرة وصدقنا وأمنا، ولكن لا يغرنا ولا يثنينا عن العمل. ثم تكيسوا، الله يجزيكم بخير. الناس الأخرين، الناس اللي مازال هذه المعاني بعاد منها بعد السماء عن الأرض، ولا يخطر لهم هذا على بال، ولا يعينه أي اهتمام، وهذا حرمان حرموا منه. انتم الله تعالى يرزقنا ويرزقهم، تكيسوا عليهم. لما تقول شاف فلان وجا فايده بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فايده هذه معاني ورموز، يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل. الى شفنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، كنشوفوا كيكون في بعض الرؤى انه مريض طريح الفراش، معناه ان سنته مريضه، وان سنته في شفنا واحد الانسان في سوره النبي صلى الله عليه وسلم ويتغير، وهذا يحدث كثير. معناه انه يمثل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي انه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس اللي ما تفهموش وما عندهمش ذوق وما عندهمش حلاوه وما عندهمش رقه، كيقولوا كيعبدوا هذاك السيد، كيقولوا هو نبي ورسول. الناس سمعتهم بودنيه مجلس كيقولوا هذاك قال والمنها ومع ذلك والم. فذلك الله يجزيكم بخير في مجالسكم جميعا في هذا الرؤى اللي هي كبيرة، يعني نقولها للناس ونعبروها لهم. إن كنتم للرؤيا تعبرون، فإن لم تعبرها سقط في الود. الرؤيا تعبرون يعني كدوس في القنطرة، من عالم الخيال، من عالم المثال إلى عالم الواقع، إلى عالم الحقيقة.